لقمة العيش وكيفية تحقيق العدل الاجتماعي، تلك الفريضة الغائبة التي يعاني منها الإنسان المصري منذ فترة طويلة. ضيفنا وضيفكم في هذه الحلقة الأستاذ الدكتور جودة عبد الخالق، وزير التضامن الاجتماعي الأسبق والمفكر الاقتصادي المعروف. دكتور جودة، حضرتك قبل الاستراحة كنا نتحدث عن معركة الأرز وكيفية أنه بنوع من التفكير الإبداعي استطعت أن تحافظ على سعر الأرز وتكسر فكرة أي احتكار أو ضبط لسعره من خلال رغبة بعض اللاعبين في السوق. أنا ما سبق هذا بقى يعني لازم أقول النقطة دي، أنه لعلك والمشاهدين يذكروا فترات كان فيها قمح غير مطابق للمواصفات، قمح مسرطن يجد طريقه إلى البلاد ويحار الناس بقى يرموه في البحر ولا يعملوا فيه إيه. ده كان سببه انه هاي السلع التموينية كانت قد همشت وفتح الباب لثلاثة او اربعة من كبار مستوردي القمح يلعبوا في الملعب ده. دي تجارة كبيرة، مصر اكبر بلد مستورد بالمليارات. فانا حاربت كتير عشان ارجع وزارة، كانوا شالوا وزارة، عفوا شالوا هيئة السلع التموينية من وزارة التموين وودوها وزارة التجارة والصناعة. فرجعناها تاني الى وزارة التجارة والصناعة، طلعنا قرار انه هاي السلع التموينية هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن استيراد القمح، لزوم انتاج الخبز البلدي من اي بلد في العالم. ده ما كانش سهل لانه كان في ثلاثة حيتان متربصين. ولكن دكتور لاي حد لمست ما يسمى بالمصالح الخاصة او تزاوج المال بالسياسة الذي استقر لفترات طويلة في مصر كان له أثر، يعني حربك ما كانتش فقط مع بيروقراطية ولكن كانت مع مصالح خاصة وانتفاع وفساد. طبعا كانت مع مصالح خاصة وفي هذه في هذا السياق توظف كل الإمكانيات ضدك، يعني بلا أي هوادة على الإطلاق. وطبعا سطوة المال سطوة كلنا عارفينها، يقدر يشتري ساعات في قنوات تلفزيونية معينة، يقدر يشتري صفحات في الصحافة المقروءة، وبالتالي انت بتتحرك لابد ان تكون حذر جدا، لانه من الممكن ان تكون ضربتهم لك هي القضية، وفي الحالة دي تنتهي اللعبة تماما. فبقى حذر غاية الحذر، وفي نفس الوقت مبين للناس ان انت راجل جسور وعندك بدايل. دي نقطة مهمة جدا، جسور وعندك بدايل، يعني جسور ما عندنيش حاجة وعندي بدايل اتحرك فيها. دي نقطة زي ما عملنا في موضوع الرز، قلت لهم جيبوا رز شعير وخلوه عندكم لغاية ما نحتاجه. عملت ايه في القمح بقى؟ في القمح قلنا انه حصريا هاي السلع التموينية هي الجهة المنوط بها استيراد القمح. فأصبح أنا قلبت السوق من سوق فيه ثلاثة مشترين قصاد عدد من البائعين إلى سوق فيه مشتري واحد قصاد نفس العدد من البائعين. بلغة الاقتصاد أنت حولت السوق، جعلته سوق مشترين، بمعنى أن المشتري هو صاحب الكلمة العليا. طبعا الكلام ده لازم يفهم في حدوده، لأن القمح سلعة يعني لها بورصة وسعرها تتحدد في البورصات العالمية وخلف الدول. خلف الدول هناك الخمس شركات الكبار المتحكمة في تجارة القمح على مستوى العالم. الموضوع معقد جدا، وبالتالي انت كلاعب نزلت الملعب لازم تشوف المساحة اللي انت تقدر تلعب فيها قد ايه، وايه عشان ما تنهزمش بالظبط كده، وايه مصادر التهديد اللي ممكن تجي لك من هذا وتمشي فيها. فنمرة واحد قلنا الجماعة دول يعني خلاص ما يستوردوش هاي السلع التموينية، انما ممكن جدا ما هو الفساد موجود في الإدارة الحكومية، أضمن أنا إزاي أنه استورد القمح دي؟ فشكلنا لجنة من خمس أشخاص، ممثل عن التموين، ممثل عن الزراعة، ممثل عن صحة، ممثل عن هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وطرف خامس. هذه اللجنة تروح تعاين القمح في بلد المنشأ قبل شحنه، وإذا رأت أن القمح مطابق يبقى يشحن القمح. وفي احدى المرات بالفعل كان هناك شحنة قمح روسي، اللجنة رأت انه غير مطابق للمواصفات، فكانت نتيجة انه عشان روسي نفذوا العقد انهم جابوا قمح من
أوكرانيا وباول عشان ينفذ العهد معه. فدي يعني وانت كمستورد القمح عندك أوراق، انت اللاعب الأكبر في هذه السياحة، ولازم تلعبها كلعبة علاقات دولية وليس فقط لعبة الناس عايزة تاكل وتعيش. انا اعذر جهلي في هذا الموضوع، هل من الحكمة انه لما بتيجي دولة تستورد من دولة انك مثلا تثبت سعر لعدة سنوات او لسنتين او لفترات طويلة، ولا انت بتتعامل مع البورصة اللي هي بتتغير موسميا يعني حسب المحصول وحسب الامطار وحسب الصقيع وحسب حجم الانتاج؟ اوكي، في نوعين من السعر ونوعين من الصفقات بتتم في البورصات ومنها بورصة الحبوب. النوع الاول اللي احنا بنسميه البضاعة الحضرة، في اللحظه اللي بنتكلم فيها في ناس عارضين يبيعوا وناس عارضين يشتروا، والسعر بيكون في الصوامع او في المراكب جاهزه تتباع او في المخازن بتاعت الدول. فانت كهيئه سلع تموينيه بتتابع البورصه وتشوف اللي حاصل فيها، وبنوع من الخبره انه السعر له منحنى اوقات يبقى قليل بعد ظهور المحصول مباشره. فإذا كان عندك طاقة تخزينية ده أفضل وقت تدخل تشتري فيه، ودي كانت مشكلة عندنا في الطاقة التخزينية. بالظبط كده. وأنا هتكلم في الطاقة التخزينية دي. النقطة التانية بقى أنه البضاعة الآجلة، أن أنا أشتري قمح ونتفق على السعر النهاردة وأستلم منك بعد 3 شهور. الفكرة هنا إيه؟ أن أنا أكون متوقع أنه السعر بعد 3 شهور هيبقى أعلى من السعر النهاردة، فبعقد صفقة، أعمل عقد، اشتري كمية بالسعر، نتفق على الكمية وعلى السعر على ان يكون التسليم بعد 3 اشهر او شهرين او شهر او ده اسمه فورورد، اللي هي شراء مسبق. بالظبط كده. ده صعب جدا على جهة حكومية زي هيئة السلع التموينية تعمله، لان انا عايز حسابات دقيقة، ولو خطأ ممكن جدا يبقى في مشكله وحد يتهمه بتبديد تبديد اموال الدوله، دار المال العام، انك انت اشتريت مثلا الطن ب $600 مثلا وهو بعد كده بقى ب 400، فانت ليش اشتريته مسبقا؟ فعشان كده هي السلعه التموينيه كانت بتتجنب دائما تتعامل في سوق القمح الحاضر، يدخل يشتري ويختار التوقيت بقى على حسب الخبره السابقه. فدي ده اللي حصل بالنسبة للقمح. سؤال، يوم ما حضرتك تركت الوزارة، أيوه معلش ده سؤال محوري، كان احتياجات مصر قد إيه؟ وبتستورد قد إيه؟ وبتشتري من السوق المحلي، بمعنى الأرض الزراعية المصرية كان بتطرح قد إيه؟ أوكي، التوريد المحلي كان وصل الى 3.8 مليون طن. واحنا بنحتاج قد ايه؟ احنا كمصر ككل بنحتاج حوالي 12 مليون طن، ولكن لاغراض انتاج الرغيف المدعم يمكن نحتاج من 8 الى 9. سمعنا معلومات، البعض قال انها معلومات عظيمة جدا، والبعض قال بعد ذلك انها اكاذيب دون تسييس. ما قاله وزير التضامن الاجتماعي والتموين الأسبق الدكتور باسم عودة، ليس لأنه الآن في محبسه ولكن الحقيقة، أنه افرحوا يا شعب مصر، شعب مصر أنتج كميات تحقق له الاكتفاء الذاتي. حضرتك وآخرين كنتم من الذين تتساءلون في حقيقة هذا التصريح، الحقيقة إيه؟ الموضوعية بمنتهى الموضوعية. طبعا أنا ليس بيني وبين الدكتور باسم عودة أي شيء. الدكتور باسم بالمناسبة يعني عشان المشاهدين يعرفوا، ولما كنت أنا وزير كان هو واحد من الشباب اللي كان متداخل في موضوع توزيع الأنابيب في ناحية، وكان أنابيب بوتجاز، وكان يكلمني بالصورة عندنا نقص فأكلمه وكيل وزارة يبعت، باعتباره من الشباب، وأنا كنت أتبني فكرة أن الشباب ينخرط في مساعدة الوزارة باعتباره بريء ونظيف ويمشي. لما الدكتور باسم جه في الوزارة طلب أنه يشوفني وقال لي أنا أجي المعليك في الحتة، قلت له لا، الوزارة دي بتاعتنا كلنا، أنا هاجي قبلك في الوزارة. ورحت قابلته في الوزارة وقعدت معاه ساعة، كان عايز يفهم الملفات، وانا قدرت النقطه دي الحقيقه جدا يعني.
ملف ده كذا وملف ده كيت والاولويات والى اخره دي طريقه متحضره مظبوطه. وقلت له في نهايه اللقاء لو في اي وقت حسيت ان انا ممكن افيد ارفع سماعه التليفون وكلمني كويس كتر خيرك. ده اخر تعامل. انا فوجئت بعد كده بقى بموضوع انه مصر ستحقق الاكتفاء الذاتي من القمح خلال سنتين. وده على لسان الرئيس المعزول لو تذكر في حق القمح. والدكتور باسم قاعد يقول انه ارقام التوريد في الموسم ده اعلى من ارقام التوريد في الموسم الماضي، ولسبب لا افهمه يعني خلقوا مباراة في الارقام مقارنة بين المحصول السنة دي والمحصول السنة اللي فاتت. كويس. وعلى فكرة حضرتك مش جهة الزراعة. انا مش جهة الزراعة. انت جهة التوزيع. وكتير من الاعلاميين يكلموني قلت لهم لا انا مش هتكلم في الموضوع ده. هينتهي الموسم. هيتعرف الموضوع. انا قلت انه في الموسم اخر سنة انا كنت فيها كان التوريد 3.8 من 10 مليون. التوريد في الموسم اللي كان فيه دكتور باسم وزير كان اظن 3.6 من 10 او 3 يعني اقل اقل. دي الارقام الحقيقية. طبعا انا بقول الكلام ده بقى كمصري انا مش مبسوط. انا كنت اتمنى الرقم يبقى اكثر يزيد لانه في النهاية انت لمصر المصريين مش كده ولا طبعا صرف النظر مين اللي حقق خلقوها مباراة وعند حطوا موقع خاص بيهم بس كده احنا كنا بنبيع وهم طبعا. انا قلت اكتر من كده لما سئلت في موضوع تحقيق الاكتفاء الذاتي قلت انه تحقيق الامن السعي لتحقيق الامن الغذائي في مصر حماقة. والناس استعجبت جدا ازاي انت راجل اشتراكي وتقول حماقة. طبعا لانه في حاجة اسمها الميزة النسبية كلكم ميسر لما خلق له. مصر احنا قلنا في البداية كام مليون كيلومتر مربع نعيش على 6-7% من هذه المساحة. بنتكلم على 7-8 مليون فدان ارض زراعية بمعطيات الانتاجية وكل الكلام ده. اذا قلت ما يسمى بالاوبتيمم اوتبوت يعني مزبوط. اللي هو المنتج الحد الاقصى اللي بالزبط. ممكن توصل له حسب هذه المساحة يبقى هو ده بالزبط. حتى انا كنت شفت احد الخبراء قال لو كل الارض في مصر اتزرعت كلها قمح وما زرعتش حاجة تانية مش هتوصل للاكتفاء. ده صحيح. يعني ده عملية حسابية ما لهاش علاقة بالسياسة. بالتالي المفهوم الافضل ان انا استخدمه الامن الغذائي وليس الاكتفاء الذاتي. بمعنى ان انتج من مصادر اسيطر عليها نسبة امنة من الغذاء الاساسي في هذه الحالة القمح. وبهذا المعنى كنا دخلنا في زمن الدكتور احمد جويل الله يديله الصحة. يعني لازم الواحد يدي الناس حقها. اللي هو عملية خلط الذرة بالقمح لإنتاج الرغيف البلدي. وكان وصل أمر إلى 10% ذرة والباقي قمح. فكانت النسبة 10% ذرة وبعدين في بداية الموسم يبقى نسبة عالية من الإنتاج المحلي وبعدين نسبة الإنتاج المستورد تزيد. إنما دي المعادلة 10 و90. وكان في مساعي لرفع هذه النسبة إلى 15 ربما 20. ودي اتعمل تجارب على هذا الخبز وانتج بالفعل خبز ونزل للمواطنين وبشهادة الجميع كان شيء رائع جدا. انما من ناحية الاقتصادية اهميته في ايه؟ انه انا عندي ميزة نسبية في انتاج الذرة لا امتلكها في انتاج القمح. فيصح ان انا ازود المحتوى بتاع الذرة في الرغيف واقلل محتوى القمح فبتخفف الضغط. مظبوط. وبالمناسبة انا شخصيا عشت اول 12 سنة من عمري في الريف في القرية. والخبز اللي انا اتربيت عليه كان 70% ذرة و30% قمح. وكان مصح جدا. كان صحي جدا وما اعتقدش انه عمل عندي تخلف عقلي ولا زي ما بقول. لا انا بقول الكلام ده لانه كان تقريبا في حاجة اسمها رئيس رابطة مصدري الحبوب الفرنسيين. الراجل ده كان يجي وتيرة مرة في الشهر. وقعد يصرخ ويولول حريق يعني يقول لي صحة المصريين في خطر بسبب خلط الذرة بالقمح. طب جاب الحق دي هل دي حقيقة علمية؟ لا اطلاق. قال لي البلاجرا. قلت له البلاجرا لها اسباب تانية مش انه الرغيف معمول من الذرة. انما احنا ما بنعملش الرغيف كله من الذرة
وبعدين قلت له معلومه بقى، خدته مكتبي. انا في مكتبي كنت حاطط برطمانين مليانين قمح، واحد مليان قمح محلي والتاني مليان قمح مستورد. ده حط عليه تيكت خضراء القمح المحلي، والتاني تيكت. قلت له بص على الاثنين دول، القمح المصري افضل من القمح الفرنساوي اللي احنا بنستورده، لان نسبه الجيلاتين فيه اللي هي الماده اللي بتؤدي الى تماسك العجينه كبيره اكبر من التاني، وبالتالي ده يحتمل ان انا احط عليه ذره وبرده ما يفقدش التماسك بتاعه كما هي الحاله هناك. طيب لما حد بيتكلم عن الاكتفاء، عفوا بس عايز اقول للدكتور باسم هو ده للاسف الشديد اتخذ قرار غير مدروس بوقف خلط الذره بالقمح. اتفضل. طيب سؤال سيدي، حسب معرفتك وحضرتك رجل مطلع كخبره عمليه وكرجل باحث اكاديمي وكاستاذ، هل في دوله في العالم فيما يختص بالمم بالمنتجات الزراعيه مكتفيه في كل منتجاتها اكتفاء ذاتي على ظهر كوكب الارض؟ يعني في حد ما بيستوردش خالص؟ لا، هو يعني اولا احنا بنتكلم دلوقتي في ظل نظام تجاري دولي يحكمه قانون دولي للتجاره تشرف عليه منظمه التجاره العالميه. نعم. فاصبح الشان المتعلق بالسياسه التجاريه يعني الاستيراد والتصدير لم يعد شان وطني 100%. بالظبط. انما بقى وطني بنسبه ودولي بنسبه اخرى. والمساله بقى تتعلق بطبيعه سكان الدوله في علاقتهم بموارد الخاصة بالدولة. يعني مثلا ناخد حالة اليابان. اليابان استماتت في انها تكتفي ذاتيا من الارز، ودخلت في لان دي سلعة استراتيجية واساسية، واليابان جزر في النهاية. فقال لك ممكن جدا يجي كام سفينة يركعونا. والمعلومات بقى بتقول انه تكلفة انتاج الرز في اليابان ثلاث أضعاف تكلفة إنتاجه في البلاد المحيطة بيه. يعني مثلا لو راح إندونيسيا أو تايلاند أو الفلبين ياخدوا بثلث السعر. ثلث السعر. ومع ذلك قال لك لا، دي مسألة أمن قومي وإحنا هندعم. وذلك كان الدعم بتاع الحكومة للفلاح المنتج للأرز في اليابان يصل إلى 70-75%. لما تسمح لحضرتك نستأنف الحوار في النقطة دي لأنها مهمة جدا، تاخد وقت بعد الاستراحة لو تكرم. تابعونا بعد الاستراحة الإعلانية مع الدكتور جودة عبد الخالق.